هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخيه سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح، أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص شكره على ما عبر عنه من مشاعر طيبة وتمنيات صادقة بمناسبة الذكرى 5 على قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني وبإطلاقها على سمو لقب قائد العمل الإنساني، مؤكدا سموه رعاه الله أن هذا التكريم المتميز والذي هو محل فخر واعتزاز الجميع إنما يبرهن على ما يحظى به الدور الريادي لوطننا العزيز في مجال العمل الإنساني، لا سيما بإغاثتها للمنكوبين عبر مبادراته الإنسانية في شتى بقاع العالم من مكانة وتقدير كبيرين لدى المجتمع الدولي بأسره، سائلا سموه حفظه الله الباري جل وعلا أن يسدد خطى الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن الغالي ويكلل كافة الجهود بالتوفيق لتحقيق المزيد مما ينشده الوطن العزيز من رقي ونمو وازدهار، وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.